موجز الأنباء من زمسة تي في بطنجة، أهلا بكم. أعلن رشيد الطلبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للأحرار عن عدم ترشحه لرئاسة بلدية تطوان، وهو الترشيح الذي أثار جدلا كبيرا وخلق أزمة لدى قادة الأغلبية عشية المفاوضات الجارية لتدبير التحالفات لتشكيل المجالس. العلمي قال في تصريح لأحد المواقع الإخبارية عشية انتهاء المهلة القانونية لوضع ترشيحات رئاسة وتشكيل مكاتب الجماعات والجهات، قال: لم أفكر يوما في الترشح لرئاسة بلدية تطوان. احتل المغرب الرتبة الأولى إفريقيا في إنتاج الطاقة الريحية حسب المجلس العالمي للطاقة الريحية في تقرير له صدر أمس الثلاثاء. ووفق التقرير، فإن المغرب بنى عن مكانة مهمة في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، وفرض نفسه كنموذج يحتذى به في هذا المجال، حيث يملك أكبر مزرعة للرياح في إفريقيا بمدينة طرفايا التي بدأ العمل بها سنة 2014 وتنتج ما يعادل 300 ميجاوات. ووفقا للتقرير نفسه دائما، فإن المغرب تمكن من إنتاج 787 ميجاوات مما مكنه من تحقيق الصدارة على مستوى الإفريقي في سوق الطاقة الريحية. تعمل منذ 3 أعوام والنتائج. مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، تقبل العديد من الأسر المغربية على اقتناء مستلزمات الدراسة لأبنائها لتعود إلى الواجهة مجددا معادلة العرض والطلب وأثمنة المقررات الدراسية التي تثقل كاهل العديد من الأسر ذات الدخل المحدود. هذا وقد كان بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد حدد 7 شتنبر كموعد للانطلاق الفعلي للدراسة بالنسبة للأقسام التحضيرية، و9 شتنبر بالنسبة للسلك الابتدائي، و10 من نفس الشهر بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي. تداولت العديد من المواقع الإلكترونية صور صحفية هنغارية قامت بتصرف وصف بالهمجي حينما عرقلت أب سوري يحمل ابنه الصغير في مخيم روسكا أثناء محاولته من الهروب من الاعتقال من الشرطة على الحدود الصربية، وهو ما أثر موجة انتقاد للصحفية في تصرف وصف بأنه لا علاقة له بالعمل الصحفي ولا حتى بالمنطقة الإنسانية. في الشأن الرياضي، تأهل اتحاد طنجة إلى ربع نهائي كأس العرش بعد تحقيقه لتعادل إيجابي أمام فريق يوسفية برشيد في مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب الرازي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلها. وكان فارس البغاز السباق إلى التسجيل عن طريق رفيق عبد الصمد في الدقيقة 30 قبل أن يتمكن الفريق المضيف من تعديل الكفة في الدقيقة 55 عن طريق ضربة جزاء. وجاء تأهل فارس البغاز إلى دور ربع النهائي بفضل نتيجة مباراة الذهاب التي كانت قد انتهت لصالح اتحاد طنجة بهدف مقابل لا شيء. بالخبر الرياضي ننهي الموجز في أمان الله.